نطلب من الله عز وجل أن يرحم هذه الضحايا لأنهم كانوا في خدمة الوطن إن شاء الله، والله يرحمه ويسع عليهم، وإن لله وإن إليه راجعون، وقدر الله ما شاء فعل. هم شهداء الوطن، كي هما عسكر احنا نعدوهم بلي شهداء الوطن، خاطش هما راهم في الحماية تاعنا، راهم يحموا فينا. هذا ولادنا ولاد ولادنا، والله يرحمهم والله يوسع عليهم ويسعد. هم شهداء ويوسع عليهم. الله يرحم هذو اللي ماتوا في الطائرة، ونتقدموا لهم بالتعزية إن شاء الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا مولاي سيدي بالعباس نطلب التعازينا الخالصة لهذو الضحايا وذو شهداء الوطن، الله يرحمهم ويوسع عليهم. والله يصبرهم وان شاء الله الاهل تاعهم الله يصبرهم، ان الله وان اليه راجعون. وحنا اش نطلبوا لهاد الناس مساكين القدره اللي تقدرت عليهم، نطلبوا من الرحمه. وهادو ولادنا ولاد الجزائر، واش تنقولوا؟ الله يرحمهم والعجل الصبر مع والديهم. باسم ولايه سيدي بن عباس نطلبوا الرحمه لهاد العسكر تاعنا، نطلبوا لهم الله يرحمهم والصبر والسلوان لاهليهم والصبر والسلوان حتى للدوله تاعنا. باسمي وباسم كاع ولايه سيدي بن عباس نتضامن مع ضحايا هذه الحادثه الاليمه التي المت باخوتنا العسكريين بمطار البوليده المعروف. نحن ما عسانا أن نقول لهم ما قال الله تعالى: وبلغ الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. هذا ما عسانا أن نقول: إن لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت، وكل ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هادو إخواننا صابتهم هذه المصيبة، الله يجعل هذه المقادير تكون إن شاء الله يكونوا من أهل الجنة، لانه هادو خوتنا ولادنا، الله يرحمهم والله يصبر داويهم، انا لله واليه راجعون. منطقه سيدي بن عباس تعزي كلها، تعزي هاد الناس الله يرحمهم والله يجعلهم في جنات الفردوس. اللهم انس وحشاتهم وارحم غرباتهم واغفر زلاتهم وتقبل حسناتهم.
الشارع تاع عجمه.